هاد السيد كنعرفو كيتعدى على هاد السيدة هادي، أنا الجارة ديالهم كنسكن قدامهم، كيجيو تهجمو عليها هو وخوتو ياخرين ثلاثة، كيسبني قدام الكوميسير وكيقولو صافي سكوت. الراجل الوالد داك كدوز معايا على حساب الدار. السيد مشيت للكوميسارية عملت شكاية وبالشهادة الطبية فيها 23 يوم، هبط لهم التصاور دراسي وهبط لهم كيفاش كنت مدمية، ما عطاوني شي وقت. يعني خصو بأي طريقة بوجهين أي وجهين كان يخرجني من هنايا. كنسكن في مرجوج جزيئة اللي عطانا سيدنا الله ينصره. أنا يتيمة، ما عندي أب ما عندي أم. الراجل الوالد داك كدوز معايا على حساب الدار، فهمتي؟ يعني خصو بأي طريقة بوجهين أي وجهين كان يخرجني من هنايا. والتجأنا للسلطات ومشيت للكوميسارية وما خليت فين مشيت، حتى واحد ما كيعطيني وقت، حيت سيد داي لي الوراق ديالي بلا 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 كترك عارف مجهول الهوية، حتى واحد ما كيعطي لك وقت. وأنا سيدي ما كنطلب حتى شي حاجة، غير عطيني اتساع. ياك انا ساكنه، الوكيل الملك اللي عطانا السكنه، وكيل الملك اللي تكلف بيا، هو با هو كل شيء، انا كنطلب منه يجيب لي حقي وينصفني يوقف معايا. السيد مشيت للكوميسارية عملت شكاية وبالشهادة الطبية فيها 23 يوم، هبط لهم تصور دراسي وهبط لهم كيفاش كنت مدمية، ما عطاوني شي وقت. كيسبني قدام الكوميسير وكيقول له صافي سكوت. صافي قلت له ساعه الرئيس واش كيعمل، قال لي صافي ما تديش عليه، راه بحالو بحال الوالد ديالك. هو 55 سنه 2017 ملي قال لي نتزوجوا ما بغيتش، او نعمل معايا عراقه غير شرعيه ما بغيتش، ديك الساعه بدا معايا المشاكل، فهمت؟ ودابا كيخصو يخرجني باي وجه كان، وكيجي خوتو كيبقاو يهددوني، حنا غنقتلوك، حنا غنصيفطوك للحبس، حنا نشريوك نتينا وشكون ما كان معك. انا ما خوتي ما كاينينش، خوتي كل واحد فينا هو، خوتي عندهم مسؤوليات ديالهم، انا خايب وحدتي وعندي الكلاوي، فهمتي؟ وهو كيقول لي اعمل اي مشكل، كيقول لي انا حالف سنشردك في الزنقه ولا نصيفطك للحبس. انا كيخصني طلب واحد، غير مسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا لي الحل لهذا الشيء. هذا الشيء اللي كنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه. والسيد انا كنحسبه با هو كيحسبني بواحد المحسوبيه اخرى، كيشوف فيا مراته ما كيشوفنيش بنته. في 2017 نهار 20 في شهر 12 بدا هذا الشيء. هذا من ديك الساعه نيتك هو بدي معايا في النزاعات. قال لي نيشان هايده في وجهي، في وجه بحال اللي كنشوف فيك. قال لي شوف راه انا سقسيت الناس وقالوا لي راه هي ماشي بنتك، جايزه لك الضحيه تجوج بها، يعني ما كاينش شي خطر ولا. ملي قلت له انا لا، راه سيقول لك خبر خوتي ولا، راه غير نوض واحد المشكل كبير، راه تينا بحال الوالد ديالي ما نقدرش، ربيتينا صغاري. قال لي صافي ما بغيتيش نعملوا علاقه غير شرعيه، تينا اصلا ارمله مجوجه ومطلقه، ما كاين حتى شي مشكل. نهار قايل تما وبلي الاجابات معايا، معايا ساق متوحم معايا يدي معايا جيب، حيت الراجل كتجي عنده بنته. واش يرضي الله هذا الشيء؟ ولادو سمح فيهم اخي، عنده ولادو 11 العواول وعنده 11 طلعات من الحبس. وملي فتحت عيني وانا كنخدم في الكامبا، خي كيبيعوا شري في الحوت، يعني كيفاش من الراجل كبرنا؟ حنا اللي مسؤولين عليه، حنا اللي كنصرفوا عليه. الوالده بوبريه ماتت، كانت كتخدم في تبيع بقوله وتخدم في الحمام، وهو شنو كان كيعمل؟ دابا لين تكمل 8 سنين باقي لا والو، نهار 20 في شهر 12 كمل 8 سنين باش ماتت. من ديك الساعه لدابا 6 شهور موراها باش بدا هذا الشيء. هذا الشيء كامل باش يبي يخرجني انا، باش يبيع الدار. كنمشي خاين كوميساريه ما كيعطيونيش شي وقت، كنمشي للمحكمه ما كيديها فيا حتى شي واحد، فغادي نمشي وريوني. صافي هذا الحل اللي عنده، اما نخرج واما نجوج به. اذا ملي ما كنبغيش كيجيب لي مع 11 دليل، هاد اليومين جاو لعندو خوتو مع 11 دليل من هنايا، بقاو كيقولوا له شوف كيفاش تعمل معاه شي حل، راضيها باي حاجه، يعني يغويني. وانا اللي كنت باغا نتغوى ما تجبرنيش هنايا، ما تجبرنيش في هاد الحاله، وهداك وحمد الله وشكره. وجلاله الملك انصفني انا بنته، هذاك هو بض بالصح. اما هذا ما با ما حتى شي حاجه، يعني غير مظهر وصافي، فهمتي؟ انا ما بغيت حتى شي حاجه، اللي بغى شي حاجه كيبغي الموت. ما تتخلطني واحد فيكم واش غتبقى لاصقه لي في طاري بحال الحدبه، ما عتبعدش مني. قلت له ما عندي فين نمشي، تينا في دارك وانا في داري، يعني ما تسبليش يما. قال لي انا حالف اما علقك بعذرين واما غنصيفطك للحبس. قلت له كان الاعمار بيدك، صيفطني للحبس ماشي مشكل، غفلني اخي وزر عليا بالحديده.
هاتهم اخوتي شوفوا راسي، ها هو شوف الحاله ديالي كيفاش عامله، شوفوا وجهي كيفاش منفخ، رجلي هانتوما ها رجلي ما كنقدرش نطويه، ها هو كنمشي رجلي معوقه معوقه من رجلي ما كنقدرش نتحرك، خرج لي العطام مع ودني، ها هو فين هو قداش نا هو مع من انا درش كل من عن حكي ولمن غادي نقول ولمن غادي نعاود، وشكون هو هذا اللي غيبقى معايا وشكون غينصفني باك صاحبي مسيني عليك هما خوتك يقولوا لي نشري وكن دفنو كنت انا باقا بالروح، هادشي اللي كتعمل كامل عندنا نزيرو حنايا ما مسوقين لكشي، خاف باب الكوميسارية كيهددني وعندك مشاو واخي تلقوا الفلوس صحيحه في الكوميساريه، واش عباد الله من نهار الخميس قدمت شكايه والخميس اليوم ما عودتش عند وكيل الملك، يقولوا لي شنو كاين هادشي هذا، هذا ماشي الظلم هادي ماشي الحكم، ربي راه ما كيبغيش الظلم ما كيبغيش الحكرة. شنو دابا الرسالة ديالك؟ انا كنوجه لجلالة الملك وكنوجه النائب ديال جلالة الملك وكيل الملك ينصفني، انا بنته وانا بنت الشعب وبنت الدولة، ما خصني حتى شي حاجة، خصني غير يوقفوا معايا ويعاونوني، انا ما عنديش الصحة، انا عندي الكلاوي، انا نوريكم الوراق ديال الطبيب كنمشي نضرب لي براد الكلاوي والخدمة حتى واحد ما كيخدمني، ما عنديش الوراق دايلي لاكارت ودايلي كلشي، فانا نمشي نجلس مع خوتي نهار يومين ثلاث ايام، خي عنده مسؤولية اختي عندها مسؤولية، دابا واش بغي نتوما بيدكم حطوا راسكم في الموطع ديالي انا خوتي، راه الله يحسن العون. خوتي اخرين لا برا كيجيو كيقولوا لا راه ما عدي حتى شي حاجة، راه حنايا الحق عندنا، كتمشي للكوميساريه صراحه كتعيا تجري، ما طلبوا لا شهود، حنا الحومه كاملين قلنا لا نشهدوا معاك، وليني هما ما بغاوش يقبلوا لا شهود في الكوميساريه، وكنشوفوا هما مره ما جوج كيزبل فيها وكيتهجم عليها نضار، وكيبقى يهضر معاه الهضور خارجين سوقيين اللي ما كيتقالوش للسيده، والسيده دائما محترمه راسها ما كنشوفوا عليها حتى شي حاجه في الحومه، بالعكس الناس هنايا كلشي كيعاونها، كيجي رمضان كيعاونوا كيجي العيد كيعاونوها، طيب شي واحد شي حاجه حنا كاملين في الحومه كنعاونوها، حتى واحد ملي ما كيدوزها على حسب ياش ما كتخدمش مسكينه ومريطه والظروف ديالها وديماها، وكنعرفوا يماها هي اللي مستافده هنايا ماشي هاد السيد هذا، يماها اللي دخلت عليهم هذا الراجل هذا وهما ثلاثه الخوت، ويماها اللي دخلت عليهم هذا الراجل هذا زعما باش يحميهم، وداكشي هو صدق العكس د هاد الشيء هذا، حنا كنسمعوا كيقولوا هما مستافد، وبالحق حنا كنعرفوه طلع هو من الحبس كيتشبر في سبات الصرف ديال ولادو، كنعرفوهم هما كانوا كيخدموا هي واختها وخاها ويماها كتخدم في الحمام، وهاد السيد هذا هو كيتعدى عليها، حنا هنا الناس الحومه كاملين كيشهدوا بان هو كيتعدى عليها وكيتكرفس عليها، هو ماشي مزيان مع حتى مع الناس الحومه ماشي مزيان، يعني ما كيوقر لنا مراه كبيره لا راجل لا حتى شي حاجه في الحومه، حتى واحد ما كيحملوا اخر كيسب وكيبقى يهضروا الهضور ماشي مزيانين، والناس مع ولادها حنا كنكونوا مع ولادنا ولادنا كبارين، هو كيخرج داك الشيء هذاك تمشي تعمل فيه شي حاجه بنادم، يعني كاين القانون ماشي السايبه، وليني انسان هو ما كيحشمش هذا السيد هذا، يعني طاغي طاغي هو والعائله ديالو طاغيين كيتهجموا على هذه السيده هذه ما مره ما جوج، ما في ما كيجون هنايا كيبقاو يسبوها الهضور اللي ما يكونوش مره اللي كيبقاو يزبلوا فيها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.